بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل الشيباني رواية ابنه عبد الله غفر الله لهما ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله في باب بقية زهد عيسى عليه السلام عن يزيد بن ميسرة قال: إن الله عز وجل يقول: أيها الشاب التارك شهوته لي، المبتذل شبابه من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي. نعم شيخنا، الصوت واضح الآن؟ واضح الآن شيخنا، انقطع من أي كلام؟ ما ظهر أي كلام شيخنا. نعم، ممتاز. قلت بالنسبة لهذا الأثر: يا عبدي، أو إن الله يباهي بالشاب العابد الملائكة، يقول: انظر إلى عبدي ترك شوابه من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي. هذا حديث موضوع أولا، ورواه ابن الديلمي، ورواه ابن الديلمي، ولكن هذا فيه دلالة على أن الشاب الذي ينبغي منه أن يكون فيه أن يحفظ نفسه من الشهوة، لأنه أحرى به أنه يكون متقدا في هذه الشهوة، يكون متقدا في هذه الشهوة. وجاء أيضا في مثل هذا المعنى: ما من شاب يدع لذة الدنيا ولهوها ويستقبل بشبابه طاعة الله إلا أعطاه الله أجر 72 صديقا. ثم يقول: أيها شاب التارك شهوته في، المبتذل شبابه، أنت عندي كبعض ملائكتي. وهذا ذكره أبو نعيم في الحلية، وقال: غريب من حديث شريح، وتفرد به يحيى عن عبد الجبار. ثم قال الذهبي في الميزان: عبد الجبار بن وهب لا يدرى من هو. فهذه كلها عليها سيم الوضع، لكن هذا يذكر أيها الكرام الفضلاء، احنا كما قلنا أن الإنسان في شبابه تكون شهوته متقدة، فكلما حفظ كان خيرا. ومما يذكر عن والد شيخنا الشيخ المختار، عن والده، أنهم يقولون فيه: من عاصروه إن والدك لم تصبه شهوة من شهوات الشباب ولا صبوة من صبوة الشباب. سبحان الله، سبحان الله، ذرية بعضها من بعض، ولا نزكي على الله أحدا. ولذلك من عظم هذا الأمر، فقد جاء الحديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. أرأيتم؟ لعظم هذا الأمر، لعظم وقت الشباب، والشباب والجدة مفسدة أي مفسدة، وعند الدارمي والبخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا كله يدل على أن الإنسان عليه أن يعمر وقت شبابه بطاعة ربه تبارك وتعالى. وكلما كان في وقت الشباب حافظا نفسه من الشهوات والوقوع فيها،
كلما كان ذلك له خيرا، كلما كان ذلك له خيرا، لأن هذا الشباب عافانا الله وإياكم هو نيران الشهوات، هو نيران الشهوات. ولذلك كلما كان الشاب متعففا، كلما رفع الله تبارك وتعالى ذكره ويسر له الخير والبر والبركة. ولذلك عند النسائي بسند صحيح قال: يا رسول الله، إني رجل شاب قد خشيت على نفسي العنت ولا أجد طولا لأتزوج النساء، أفأختصي؟ هذا أبو هريرة هذا يقول، سبحان الله. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال، وجلس رجل عليه ثلاثا، فقال: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو دع. يعني إن الله قد أجرى قدره وقضاه تبارك وتعالى، إن اختصيت أو إن لم تختصي، إن اختصيت أو إن لم تختصي. ولذلك أيها الكرام الفضلاء، على الإنسان أن يحفظ نفسه من هذه التطبيقات ومن فضول النظر ومن فضول صحبة الأشرار والسيئين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، عافانا الله وإياكم. ولذلك عن ابن عباس قال، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا شباب قريش، احفظوا فروجكم لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. رواه الحاكم والبيهقي. وهذا كله يدل على أن الإنسان عليه أن يحفظ هذه النفوس. ولذلك النبي يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، قال: فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني يقطع ذلك، يقطع ذلك الصوم، يقطع نيران الشهوات والوقوع في ما حرم فاطر الأرض والسماوات. وإذا انشغل الإنسان بما ينفعه وعلت همته في ذلك ذهب عن سفساف الأمور. النووي رحمه الله لما حضرت الوفاة عاش من 631 إلى 676، 45 سنة، ولم يتزوج. ولما حضرت الوفاة قالوا: ألم تتزوج؟ قال: لو ذكرتموني، سبحان الله، لو ذكرتموني. لأنه كان مشغولا بالطلب، في اليوم يحضر يكتب عدة كراريس، في كل كراس 100 صفحة، ويحضر في اليوم 10 دروس وأكثر، ويكتب ويؤلف ويصنف. وكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. والإنسان عليه أن يحفظ عينيه، لسانه. إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا يدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه المنطق. ولذلك من يتكلمون مع النساء عبر وسائل التواصل ويتشببون بهن، ويحدث مثل هذا الذي لا تحمد، التي لا تحمد عقباه، شيء عجب، نسأل الله السلامة والعافية. والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. نظرة فكلمة فموعد فابتسامة، نظرة فكلمة فابتسامة فموعد فلقاء، نسأل الله السلامة والعافية، ما لا يحمد عقباه من مثل هذا. وإذا ولج الإنسان إلى هذا الباب والعياذ بالله، فنسأل الله السلامة والعافية. ويأتي الشاب للنبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وغيره ويقول: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. الله أكبر. فالنبي هنا هم الصحابة به يضربوه، فالنبي قال: دعوه، أدنوا، يريد منه القرب العاطفي، يحتفي به، يقربه، يدنيه،
ثم بعد ذلك يقول أتحبه لأمك؟ قال جعلت في ذاك، لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لبنتك؟ قال لا جعلت في ذاك، والناس لا يحبونه لبناتهم. أتحبه لأختك؟ وأخذ لعماتك لخالاتك. ثم بعد ذلك النبي دعا له، اللهم اهد قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. يقول فما تحركت نفسي بعد ذلك على معصية قط. اللهم اهد قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. نعم. السلام عليكم شيخ. وعن قتادة قال: إن في التوراة مكتوبا: يا ابن آدم تذكرني بلسانك وتنساني، وتدعو إلي وتفر مني، وأرزقك وتعبد غيري. ولذلك النبي يقول، قال الله عز وجل: أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي، أهل ذكري أهل مجالستي، إلى آخره. هذا من الأحاديث المنتشرة والتي لا تصح. هذه الحديث المنتشرة والتي لا تصح، إنما ذكرناها هنا أيها الكرام الفضلاء ليتنبه إليه، ليتنبه إليه. وأما ذكر ذلك إنما يكون لكي ننتبه من هؤلاء القصاص ومن هؤلاء الوعاظ. والغريب وجدت بعضهم يزعم عافانا الله وإياكم أنه من أهل الحديث، وهو دكتور أستاذ في الجامعة، نسأل الله السلامة والعافية، دكتور وأستاذ في الجامعة، ومع ذلك في كل قناته ما ينشر إلا الأشياء التي لا تصح. سبحان الله، شيء عجيب. مع أن ما فيه ما صح فيه غنية وكفاية، ما صح فيه غنية وكفاية. نعم. نعم الله إليكم شيخنا. وعن عون بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: ارجو الله عز وجل رجاء لا تأمن فيه مكره، لا تأمن فيه مكره، وخف الله مخافة لا تيأس فيها من رحمته. قال: يا أبتاه، وكيف أستطيع ذلك وإنما لي قلب واحد؟ قال: يا بني، إن المؤمن لذو قلبين، قلب يرجو به وقلب يخاف به. ولذلك على الإنسان، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، قلنا كالطائر له جناحان، الخوف والرجاء، وله رأس وهي المحبة، فيعبد الله بكل هذا، بمحبة وخوف ورجاء، لا بمحبة فقط فيكون من الزنادقة الذين يقولون أعبدك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن محبة لك، ولا خوفا فيكون حروريا، ولا رجاء فقط فيكون مرجئا، لكن يكون بكل ذلك. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعني لا تشاؤم ولا يأس، ودائما نؤمل الخير، ورب أمر معسر لك في عواقبه الرضا، ولربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضاء. مهما كثرت ذنوبنا وعظمت خطايانا فإننا نتوب إلى الله تبارك
وتعالى، ولا نقنط من رحمة الله عز وجل، ونرجوه ونخافه في كثرة. فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم أني مسلم. فمهما بلغت بنا الذنوب، ومهما بلغت بنا المعاصي، إن الله لا يمل حتى تمل. وندعوه ونتوب إليه ونستغفره من ذنوبنا، ونلذ به بيا ذا الجلال والإكرام، ولا نتوقف عن تصحيح الإيمان وتجديده. إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. فالإنسان مهما بلغ منه الذنب لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لفضلك أن يقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. هذه كانت مناجاة الإمام السهيلي رحمه الله، عبد الرحمن السهيلي الضرير، كما جاءت في كتب بغية الوعاء وحياة الحيوان وفوافية الأعيان. قال: وما تضرعت بذلك ثم دعوت إلا وجدت الإجابة. وخير من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم. الله أكبر. ارجعوا دائما. ومن الأشياء الجميلة أيها الكرام الفضلاء أن الفعل تقنطه ما ذكر في القرآن إلا مرة واحدة في هذا الموطن، فعل تقنطه، ولا ناهية جزمت الفعل بعدها من الأفعال الخمسة بحذف النون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وتكون الإنابة بالاتباع، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ولذلك دائما أيها الكرام الفضلاء، دائما نعيش على الأمل دوما، ونلذ بهذا الجلال والإكرام، ونتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات وبالمكرمات، ليتودد الله تبارك وتعالى إلينا. قال الله عز وجل: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم شيء نتقرب إلى الله بالفرائض، فنركع مع الراكعين ولا نضيعها، ولا يزال عبدي. وبعد ذلك تأتي النوافل، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فنتعرف إلى الله عز وجل، تعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم تبارك وتعالى في الشدة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن عبد الرزاق
ابن عن عبد الرزاق أبي عثمان شيخ من أهل البصرة أن لقمان قال لابنه: يا بني لا ترغب في ود الجاهل فيرى أنك ترضى عمله، ولا تتهاون بمقت الحكيم فيزهد فيه. ايوه نعد هذا الكلام الجميل. الله يبارك شيخنا. أن لقمان قال لابنه: يا بني لا ترغب في ود الجاهل فيرى أنك ترضى عمله، ولا تتهاون بمقت الحكيم فيزهد فيك. ولذلك الإنسان دائما أيها الفضلاء الكرام يبتعد عن الجاهلين، كما قال ربنا عز وجل وأمر به: وأعرض عن الجاهلين. وأيضا عليه أن يتودد وأن يتقرب إلى الحكماء دائما، وعليه أن يتودد وأن يتقرب إلى الحكماء دائما لينهل من حكمتهم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وعن عبد الله بن دينار قال: إن لقمان قدم من سفر فلقي غلامه في الطريق فقال: ما فعل أبي؟ قال: مات. قال: الحمد لله، ملكت أمري. قال: ما فعلت أمي؟ قال: ماتت. قال: ذهب غمي. قال: ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت. قال: جدد فراشي. قال: ما فعلت أختي؟ قال: ماتت. قال: سترت عورتي. قال ايش؟ أعد أعد. نعم شيخنا. إن لقمان قدم من سفر فلقي غلامه في الطريق فقال: ما فعل أبي؟ قال: مات. قال: مات. قال: الحمد لله، ملكت أمري. قال: ما فعلت أمي؟ قال: ماتت. قال: ذهب غمي. قال: ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت. قال: جدد فراشي. قال: ما فعلت أختي؟ قال: ماتت. قال: سترت عورتي. قال: ما فعل أخي؟ قال: مات. قال: انقطع ظهري. أرأيتم؟ سبحان الله. طيب ما الفرق بين القولين؟ ها مشايخ، ها مشايخنا. أنك أنت تناوي العمرة من أهلك من مكانك من الرياض تحرم من ميقات الرياض. جزاك الله خير. العفو، ما في شيء، تحت أمرك. معذرة معذرة، أعد علي الشيخ. الله. قال عن عبد الله بن دينار قال: إن لقمان قدم من سفر فلقي غلامه في الطريق فقال: ما فعل أبي؟ قال: مات. قال: الحمد لله، ملكت أمري. قال: ما فعلت أمي؟ قال: ماتت. قال: ذهب غمي. قال: ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت. قال: جدد فراشي. قال: ما فعلت أختي؟ قال: ماتت. قال: سترت عورتي. قال: ما فعل أخي؟ قال: مات. قال: انقطع ظهري. نعم، وهذا كله يدلك على فضيلة الأخ. سبحان الله، يدلك على فضيلة الأخ، ويدلك على التجلد والصبر. فلما قال: ما فعل أبي؟ قال: مات. قال: ملكت أمري. هذا ليس من باب أنه فرح بموت أبي. كيف فهمت الأثر هذا يا شباب؟ كيف فهمتم الأثر هذا رضي الله عنكم؟ الصبر شيخ. ايوه، لان ممكن الانسان يفهم يقول لك: والله فرحان ان مات ابوي، يقول لك خلاص امشي على حل شعري، ملكت امري.
فلما قال ما فعلت أمي قالت قال ذهب همي، يعني أمي كانت هم على قلبه. صح، جاكم هالفهم يا شباب؟ صحيح. أيوة، لكن هذا ليس القصد، إنما القصد هنا لما قال ملكت أمري دلالة على البر بأبيه، أنه لا يبرم أمرا إلا بماذا؟ بمشورة أبيه. وهذا فيما أحب وفيما كره، ما لم يكن في معصية الله عز وجل. وأن أمه عنده أيضا من برها، من بره بها، كأنه شيء يهتم به دوما. وبالنسبة لامرأته التي ماتت، لا بأس، سيتزوج بعدها ولن يبيت عزبا، وهذه السنة. أما ما نراه الآن مما يفعله بعض الناس، يعني يقول لك لا، إذا ماتت الزوجة وتزوج قال لك أيوة شوف الخاين، شوف الخاين صدق مراته ما ماتت. لا لا، عمر يقول رضي الله عنه وأرضاه، إني لأكره نفسي على الجماع لأخرج نسمة تسبح الله ولا أبيت عزبا. هذه ديانة أيها الكرام الفضلاء، هذه ديانة يحتاجها الإنسان حتى لا يقع في الحرام، فترد له من الصاحبات والأخدان والعشيقات العشرات، ولا يريد أن يتزوج بالحلال، نسأل الله العافية والسلام. وهذا ترونه ومشاهد، عفا الله وإياكم. هنا قال ما فعلت أختي قال ماتت قال سترت عورتي، دلالة على أنه مهتم بأخته. من عنده ثلاث من الأخوات فعالهن وأحسن أدبهن وتربيتهن، كنا له سترا وحجابا من النار. هذا دلالة أنه مهتم بأخته ويهتم بسترها. كم من أخ ليس مهتما بأخته، تخرج متبرية سافرة والعياذ بالله، ولا يحرك ساكنا. فليس كما يظن بعض الناس في فهم هذا الأثر، لا، هذا فيه معنى عميق وفيه معنى شديد وفيه معنى مهم جدا للإنسان. قال ما فعل أخي قال مات قال انقطع ظهري وانكسر جناحي، الله أكبر. ثم قال ما فعل ابني قال مات قال انصدع قلبي، لأن الأخ بالنسبة لك هو ظهرك، سبحان الله، هو الذي يحوطك، وهو كما قال ربنا تبارك وتعالى وهب لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، الله كي نسبحك كثيرا. قال فأرسله معي يريد أن يصدقني، جناحك أخوك فلا تقطعن هذا الجناح، وظهرك فلا تكسر هذا، فلا تقطعن هذا الظهر ولا تكسر هذا الجناح. وأبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض إذ هبت الريح على أحدهما أمسكت عيني على الغمض، هذا هو انصداع القلب أيها الكرام الفضلاء. ونسأل الله عز وجل ألا يصدع قلب أحد في من يحب، وأن يرزقنا بر آبائنا وبر أمهاتنا وبر أخواتنا وبر أبنائنا. وإن لذلك كان من الإنسان في دعائه أنه يدعو دائما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وعن عمر بن عبد الوهاب ابن محمد المكي قال قال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تبارك وتعالى ليحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض ميتة بوابل السماء، كما يحيي الأرض بوابل السماء. نعم، لذلك دائما أيها الكرام نعود أنفسنا أن نجالس أهل الحكمة، نعود أنفسنا أن نجالس أهل الفضل حتى ننهل من حكمتهم وننهل من خيرهم وننهل من برهم ومن خبراتهم، ولا نجالس أهل البدع ولا نجالس أهل الشر. هذه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يأخذها على بال دوما وأبدا. نعم، نعم، أحسن الله إليكم شيخنا.
نشرع في الباب الثاني شيخنا. إذا نكتفي بإذن الله بهذا القدر. اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا منتهى آمالنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين. أرحم أباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، واجزم عنا خير الجزاء، وأجزي لهم المثوبة والعطاء. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا مرحومة، وتفرقنا بعده معصومة، وتجعل معنا ولا منا ولا ابننا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار يا رب العالمين. اللهم احفظ ألسنتنا، واحفظ لنا قلوبنا، واحفظ لنا صالح أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا، ومن شر أبصارنا، ومن شر قلوبنا، ومن شر منينا. اللهم اقسم لنا كل خير، وعنا على كل بر. اللهم أبرم لأمة خليلك صلى الله عليه وسلم أمر الرشدة، يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا. اللهم إنا نسألك رزقا لا يحد ولا مدخل فيه لأحد. اللهم اسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين، غيثا مغيثا، سحا طبقا، مبرقا مرعدا، مجللا نافعا غير ضار، على الضرائب والأكام وبطون الأودية ونابت الأشجار، تسقي به البلاد وتنفع به العباد، وتجعله برحمتك بلاغا الحاضر والباد، سقيا رحمة لا هدم ولا بلاء ولا غرق يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجنا، ويسر أمورنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر، إن الإنسان في خسر، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.